السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الأول المندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الأولى، مجال الحضارة المغربية، المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع في طبعته الجديدة. لنبدأ على بركة الله. قبل أن نقرأ النص ونبدأ بالإجابة على الأسئلة المصاحبة له، نبدأ بأسئلة ما قبل القراءة. أتهيأ للقراءة. أذكر بعض العلماء المعروفين عالميا، هل من بينهم مغاربة؟ إذن بعض العلماء المعروفين عالميا: أديسون مخترع المصباح الكهربائي، جورج واشنطن كارفر عالم زراعة، إبراهيم بن سعيد السهلي فلكي، رشيد اليزمي عالم فيزياء، هارولد أموس عالم أحياء دقيق، ابن سينا عالم في مجال الطب، ابن بطوطة جغرافي ورحالة، بيرسيلافون جوليان باحث كيميائي. إذن هل من بينهم مغاربة؟ نعم من بينهم مغاربة، إبراهيم بن سعيد السهلي، رشيد اليزامي، علماء مغاربة. إذن ماذا أعرف عن العلماء المغاربة الأقدمين؟ إذن لقد ترك لنا العلماء المغاربة الأقدمين كتبا كثيرة، أغلبها في علم الحساب والهندسة والجبر والفلك، يعتمد عليها في الجامعات والمدارس داخل المغرب وخارجه. إذا لقد ترك لنا العلماء المغاربة الأقدمين كتبا كثيرة، أغلبها في علم الحساب والهندسة والجبر والفلك، يعتمد عليها في الجامعات والمدارس داخل المغرب وخارجه. اذكر عناصر الرسم. إذا ماذا نلاحظ في الصورة؟ نلاحظ عالمان ومسطرة وساعة رملية، ساعة رملية وكتبا ومجسما للكرة الأرضية على شكل كرة أو على شكل كرة. إذا نلاحظ في الرسم في الصورة عالمان ومسطرة وساعة رملية وكتبا ومجسما على شكل كرة. بماذا توحي هذه العناصر؟ ماذا يفعل الرجلان؟ ماذا استنتج من لباسهما؟ إذن توحي هذه العناصر إلى اهتمام علماء المغرب الأقدمين بالعلوم الرياضية. ربما الرجلان يفكران في وضع قاعدة من قواعد الرياضيات. استنتج من لباسهما أنهما عالمين مسلمين. إذن توحي هذه العناصر إلى اهتمام علماء المغرب الأقدمين بالعلوم الرياضية. ربما الرجلان يفكران في وضع قاعدة من قواعد الرياضيات. استنتج من لباسهما أنهما عالمين مسلمين. ما المكان الذي يوجدان فيه وماذا يمكن أن يدور في ذهن صاحب العمامة الحمراء؟ إذا المكان الذي يتواجد فيه العالمان ربما مكتبة، وما يمكن أن يدور في ذهن صاحب العمامة الحمراء هو حل إشكالية في الحساب، حل إشكالية في الحساب. أضيف إلى العنوان كلمة أو كلمتين لعله يبوح لي بما سوف يتحدث عنه النص. إذن عنوان النص علماؤنا المغاربة. إذن يمكن أن نضيف علماؤنا المغاربة الأقدمون. أختار من التوقعات الآتية ما قد يتحدث عنه النص. إذن العلماء المغاربة مخترعون كبار، لم يكن للعلماء المغاربة دور في تطوير العلوم، علماء المغرب ليسوا معروفين كباقي علماء العالم. إذن قد يتحدث النص من بين هذه التوقعات أن العلماء المغاربة مخترعون كبار. إذن نقرأ النص. علماؤنا المغاربة تحدثت الأستاذة ذات صباح قائلة:
نعرف اينشتاين عالم الفيزياء والرياضيات، ولويس باستور رائد الاكتشافات الطبية، ونعرف كريستوف كولومب وغيرهم، لكن هل تعرفون بعض العلماء المغاربة الأقدمين؟ تبادلنا النظرات ونحن نفكر، ثم أضافت: كان علماؤنا لا يكتفون بعلم واحد، بل كانوا يجيدون علوما شتى. تساءل خالد قائلا: هل هذا صحيح؟ من هم إذن؟ فقرر أن يبحث في هذا المجال. بحث في بعض الكتب ومواقع الأنترنت، فأعد التقرير التالي: اهتم المغاربة بالعلم منذ القدم، وبرز منهم عدة علماء، كان من بينهم ابن البناء المراكشي الذي برع في الرياضيات وعلوم الفلك، وهو من ابتكر حلولا لعدة مسائل حسابية كانت غير معروفة في زمانه، كما وضع هندسة خاصة بتنظيم سقي الأراضي الزراعية عمل بها الفلاحون في المغرب والأندلس، فصار إنتاجهم أجود وأوفر وعملهم أسهل وأسرع. وظلت كتبه تدرس في إسبانيا وفرنسا وألمانيا ردحا من الزمن. ومن علمائنا المغاربة الجغرافي الشريف الإدريسي السبتي، الذي عرف بكونه أول من وضع خريطة للعالم، بل إنه استطاع أن يمثل العالم على مجسم كروي، مما سهل عملية دراسة الأرض ودورانها. أما ابن زهر فظل يتنقل بين مجالس العلماء داخل المغرب وخارجه، حتى صار خبيرا في الطب، وهو أول من وصف طريقة معالجة المصابين بالاختناق، وظلت كتبه والآخر تدرس بأوروبا مدة طويلة. وهذا عالم مغربي آخر ظهر ذكاؤه منذ صغره، فقد كان أبوه عالم رياضيات، فتألق هو أيضا في العلم نفسه. إنه السموأل المغربي الذي ينحدر من أسرة مغربية يهودية هاجرت من منطقة درعة إلى مدينة فاس، عرف بطرقه الخاصة في حساب المساحات المثلثات والأقراص، وألف كتاب الباهر في الجبر وهو في 19 من عمره، كما واصل طلبه للعلم فصار طبيبا ماهرا ومهندسا بارعا. واختتم خالد تقريره قائلا: لقد استفاد العالم كله مما توصل إليه العلماء المغاربة في مجالات البناء والطب والبيطرة وغيرها من المجالات التي ساهمت في بناء الحضارة المغربية والإنسانية، وهذا ما جعل علماء عصرنا يعترفون بدورهم البارز في تقدم الإنسانية جمعاء. فأطلق علماء الفضاء الأمريكيون اسم المراكشي بن البناء على مكان في سطح القمر تكريما له واعترافا بعلمه. أفهم أحلل أقرأ الفقرة الأولى من النص قراءة هامسة على رفيقي أو رفيقتي وأنصت إلى تقويمه للأداء. إذن التمرين الثالث، أختار الجواب الصحيح. يتحدث النص عن العلماء العرب، العلماء المغاربة في الخارج، علماء مغاربة حققوا شهرة عالمية. إذن يتحدث النص عن علماء مغاربة حققوا شهرة عالمية. أذكر العلماء الغربيين الواردة أسماءهم في النص ومجالات اشتغالهم. إذن العلماء الغربيين الواردة أسماءهم في النص هم إينشتاين الفيزياء والكيمياء، لويس باستور الطب، كريستوف كولومب الجغرافية. بماذا كان العلماء المغاربة يتميزون؟ إذا كان العلماء المغاربة يتميزون بعدم اكتفائهم بعلم واحد، بل كانوا يجيدون علوما مختلفة. إذا كان العلماء المغاربة يتميزون بعدم اكتفائهم بعلم واحد، بل كانوا يجيدون علوما مختلفة. ما مجال اشتغالي؟
بن البناء المراكشي ومن استفاد من أعمال بن البناء. إذن مجال اشتغال ابن البناء المراكشي هو الرياضيات وعلوم الفلك وأيضا المجال الزراعي والفلاحي، وقد استفاد من أعماله دول غربية كإسبانيا وفرنسا وألمانيا. إذا مجال اشتغال ابن البناء المراكشي هو الرياضيات وعلوم الفلك وأيضا المجال الزراعي والفلاحي، وقد استفاد من أعماله دول غربية كإسبانيا وفرنسا وألمانيا. 8 رقم 7، من العلماء المغاربة الآخرون المذكورون في النص. من العلماء المغاربة الآخرون المذكورون في النص؟ أبين أهم أعمالهم. إذا هناك الشريف الإدريسي، هو أول من وضع خريطة للعالم ومثله على شكل مجسم كروي. ابن زهر هو أول من وصف طريقة معالجة المصابين بالاختناق. والسموأل المغربي وضع طرقا خاصة في حساب المثلثات والأقراص. أبحث عن شبكة مفردات كلمة بيطري. إذن كل كلمات التي لديها علاقة بكلمة بيطري، إذن بيطري حيوانات، دواء، طبيب، عيادة، علاج، تلقيح، دواب. إذا بيطري حيوانات، دواء، طبيب، عيادة، علاج، تلقيح، دواب. أذكر المواد الدراسية التي لها علاقة بهؤلاء العلماء. إذا المواد الدراسية التي لها علاقة بهؤلاء العلماء هي الفيزياء، الرياضيات، الجغرافيا، النشاط العلمي. المواد الدراسية التي لها علاقة بهؤلاء العلماء هي الفيزياء، الرياضيات، الجغرافيا والنشاط العلمي. أبحث عن مفردات من عائلة ابتكر. إذا ابتكر ابتكار، يبتكر ابتكارات، مبتكر مبتكر، يبتكرون ابتكر ابتكار، يبتكر ابتكارات، مبتكر مبتكر، يبتكرون. 8 رقم 10، أبحث عن مفردات 8 رقم 11، ما العبارة الدالة على أن العالم استفاد من العلماء المغاربة؟ إذا العبارة الدالة على أن العالم استفاد من العلماء المغاربة، لقد استفاد العالم كله مما توصل إليه العلماء المغاربة. هذه هي العبارة، لقد استفاد كل العالم، لقد استفاد العالم كله مما توصل إليه العلماء المغاربة. 8 رقم 12، أعود إلى نهايتي فقرة ابن البناء المراكشي وفقرة ابن زهر، ثم أحاول أن أستنتج معنى ردحا من الزمن. إذا بالنسبة لفقرة ابن البناء المراكشي، إذا وظلت كتبه تدرس في إسبانيا وفرنسا وألمانيا ردحا من الزمن. وفي فقرة ابن زهر، مدة طويلة، وظلت كتبه هو الآخر تدرس بأوروبا مدة طويلة. إذا ردحا من الزمن معناها مدة طويلة. التمرين الموالي، أملأ الجدول بأسماء العلماء المغاربة والغربيين مذكورين في النص: الطب، الفلك والجغرافيا، الرياضيات، الري والفلاحة والفيزياء. إذا بالنسبة للطب، لويس باستر، ابن زهر، السموأل. الفلك والجغرافيا، كريستوف كولومب، ابن المراكشي، الشريف الإدريسي. الرياضيات، إينشتاين، ابن المراكشي، السموأل.
الري والفلاحة، ابن المراكشي، الفيزياء، إينشتاين. أعلق على مضمون الجدول. إذن بعد توزيع العلماء المغاربة والغربيين، وجدنا أن العلماء المغاربة يشتغلون في علوم متعددة عكس العلماء الغربيين. إذن بعد توزيع العلماء المغاربة والغربيين، وجدنا أن العلماء المغاربة يشتغلون في علوم متعددة عكس العلماء الغربيين. ما العبارة الدالة على أن خالدا كان لا يعرف أحدا من العلماء المغاربة؟ إذن العبارة التي تدل على أن خالدا كان لا يعرف أحدا من العلماء المغاربة هي: هل هذا صحيح؟ من هم إذن؟ هل هذا صحيح؟ من هم إذن؟ ما الذي ميز خالدا عن زملائه؟ إذن الذي ميز خالدا عن زملائه هو رغبته في معرفة أسماء العلماء المغاربة واكتشاف إنجازاتهم. إذن رغبته في معرفة أسماء العلماء المغاربة واكتشاف إنجازاتهم. تمرين رقم 14. ساهم المغاربة اليهود في بناء الحضارة المغربية، أذكر من النص ما يبين ذلك. إذن السموأل المغربي الذي ينحدر من أسرة يهودية عرف بطرقه الخاصة في الحساب في حساب مساحات المثلثات والأقراص. السموأل المغربي الذي ينحدر من أسرة يهودية عرف بطرقه الخاصة في حساب مساحات المثلثات والأقراص. إذا ننتقل لأركب وأقوم. أصل بين كل عالمين لهما الاهتمام نفسه. إذا كريستوف كولومب، كريستوف كولومب لديه نفس اهتمامات الشريف الإدريسي. إذن كريستوف كولومب والشريف الإدريسي لديهما اهتمام مشترك في مجال الفلك والجغرافيا. ابن البناء المراكشي لديه نفس اهتمام إينشتاين. الرياضيات، مجال الرياضيات. لويس باستر وابن زهر المجال الطب، مجال الطب. أكمل خطاطة النص بذكر أهم الأفكار الواردة في تقرير خالد. إذن العالم المغربي ابن البناء المراكشي الذي برع في الرياضيات وعلوم الفلك والفلاحة واستفاد الغرب من كتبه. الشريف الإدريسي الذي وضع أول خريطة للعالم. ابن زهر الخبير في الطب وهو أول من وصف طريقة معالجة الاختناق. السموأل المغربي الذي استفاد العالم من كتبه والذي نبغ في مجال الطب والرياضيات. مساهمة جميع علماء المغرب في تقدم العلم والإنسانية جمعاء. إذن أحدد فقرات النص وأبين أفكارها الأساسية. لدينا أيضا فكرة الخامسة. لقد كان للعلماء المغاربة دور كبير في تطور العلم وتقدمه. إذن قمنا بذكر الأفكار الأساسية. نحدد فقرات النص. إذن الفقرة الأولى
من تحدثت الأستاذة ذات صباح إلى علوم شتى. تساءل خالد الفقرة الثانية إلى ردح من الزمن. الفقرة الثالثة، ومن علمائنا المغاربة إلى مدة طويلة. الفقرة الرابعة، وهذا عالم مغربي آخر إلى بارع. الفقرة الأخيرة، واختتم خالد تقريره إلى آخر النص. إذا كما قلت، أعيد أفكار النص. العالم المغربي ابن المراكشي الذي برع في الرياضيات وعلوم الفلك والفلاحة، واستفاد الغرب من كتبه. الشريف الإدريسي الذي وضع أول خريطة للعالم. ابن زهر الخبير في الطب، وهو أول من وصف طريقة معالجة الاختناق. السموأل المغربي الذي استفاد العالم من كتبه والذي نبغ في مجال الطب والرياضيات. مساهمة جميع علماء المغرب في تقدم العلم والإنسانية جمعاء. إذا هذا بالنسبة لتحديد فقرة النص وأفكاره الأساسية. بالنسبة للسؤال الرابع، ألخص النص في 5 جمل. إذا ابن المراكشي وابن زهر، السموأل المغربي والشريف الإدريسي، وهم علماء مغاربة نجحوا وبرزوا في عدة مجالات كالطب والفلك والجغرافيا والرياضيات، واستفاد العالم بأسرهم من علمهم وإنجازاتهم. خامسا، أعبر عن مضمون النص بجملة واحدة. إذا لقد كان للعلماء المغاربة دور كبير في تطور العلم وتقدمه. لقد كان للعلماء المغاربة دور كبير في تطور العلم وتقدمه. إذا السؤال الأخير، نبحث كما فعل خالد عن علماء مغاربة آخرين وعن أعمالهم. إذا بعض العلماء الآخرين، كمال الودغيري عالم فضاء ومهندس اتصالات يعمل في وكالة ناسا. عبد الجبار منيرة أستاذ جامعي مختص في علوم النانو. عثمان بن عفان عالم مختص في علوم هندسة المواد، كما قد سجل براءة اختراع عديدة في مجال التقنيات والعلوم. رشيد يزمي عالم مختص في مجال علم المواد. رضوان الفقير عالم فضاء خبير في علوم الفيزياء الكونية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.